نظمت وزارة الداخلية تحت إشراف الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع تمكين المعسكر الصيفي الثامن. يأتي هذا البرنامج تجسيدا للشراكة المجتمعية ولتعميق الإحساس بالمسؤولية الوطنية ولإعداد جيل من الشباب قادر على ارتياد المستقبل. انطلاقا من توجيهات سمو ولي العهد، انطلق برنامج المعسكر الصيفي في نسخته الثامنة الذي تنظمه وزارة الداخلية تحت إشراف الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع تمكين في الفترة من 31 من يوليو ولغاية 18 من أغسطس 2016. المعسكر في نسخته الثامنة هو استمرار للمعسكرات السابقة، تم التطوير والتحديث فيه، أضيفت برامج جديدة. طبعاً إحنا كل سنة ندرس برامجنا السابقة ونطورها على حسب الظروف وحسب المتغيرات. الفئة المستهدفة هما شباب البحرين من 12 إلى 17 سنة. نستهدف تقريباً 1000 شاب و200 شابة من جميع محافظات البحرين. هذه الشراكة نعتز فيها اللي امتدت من 2009، عمرها 8 سنين. تعطي الشباب فرصة أن يطوروا مهاراتهم، يبنون شخصيتهم عن طريق البرنامج هذا المميز. ويهدف برنامج المعسكر الصيفي إلى غرس القيم والمفاهيم الإيجابية التي تشكل إرثاً اجتماعياً كالولاء والانتماء والاعتزاز بالوطن والحفاظ على المنجزات، كما يؤكد البرنامج على استثمار أوقات الفراغ للاستفادة من الأنشطة الموضوعة بعناية واهتمام والتي تساهم في صقل مهارات الطلاب والطالبات والاعتماد على النفس والتأكيد على قيم التعاون والاحترام والحوار الهادف البناء. يعني مشروع جدا راقي، يعني أنا حتى أقول المفروض هو ما يتوقف أو أنه تكون بس فترة قصيرة، يعني المفروض يكون أكثر من هذا الوقت، لأن يعني في طول اليوم يعني هذول الشباب يعني يشغلون حتى عن هذه الأشياء الإلكترونية والألعاب وهذا، قاعدين يعني ان مخهم متفتح من الاشياء اللي قاعدين يشوفونها ويلمسونها والاماكن اللي قاعد المعسكر يعني يوديها حقهم وكذي. انا ولدي من النوع اللي كان طول النهار راقد وطول الليل سهران، الحين ابتدى يتغير، قام يرقد من وقت عشان يقوم من وقت. اساله دائما يقول لي استفدت وايد انا من المعسكر، النظام، هدوء، الانضباط، هذه شغلات وايد يعني احس فيها تغيير في خلال اسبوع، يعني شيء وايد عود تغير في اسبوع. اخوي مستانس بالفعاليات اللي يسوونهم وبرامجهم حلوه ويستفيد. برنامج هذا العام بدا بزيارات للعديد من الشركات والمؤسسات والمراكز الاجتماعيه، اضافه الى عقد العديد من ورش العمل التثقيفيه والتعليميه للطلبه والطالبات، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية. أول يوم كنت شوي متوتر، بعد ثاني يوم كنا نحس برامج يعني اللوم ونوسة، بس يعني بعدين تعرفنا على شوال مثل التحيب والتعيش وشلون تهيئ والاستراحة، ويعني عرفت أضبط رقادي. حين في كم مكان رحته في كم مكان توني متعرف عليه، بس ونوسة يعني في المعسكر أحسن من القاعدة في البيت. تعرف شلون إذا تحس إنك قاعد في البيت ألون؟ الحين إخواني يبوني يوم معي بس ما يقدرون لأن صغار. أول شيء إن أنا أول سنة، واللي استفادنا منه يعني بدل ما نضيع وقتنا في البيت ولا في شيء، إني مني نستفيد من برامجهم. البرامج الصيفية تساهم في صقل مهارات الطلاب والطالبات في مختلف المجالات، وتعد بيئة تربوية بما يعود بالنفع والفائدة على الطلبة تحت إشراف مدربين مؤهلين وكوادر علمية مدربة.